أعوذ بالله السميع العليم من شر نفسي ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واجعلنا من خيار شيعتهم يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، غريب غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بأبي وأمي رقية تلك الطفلة التي كانت تعد لأبيها مصلى عند كل صلاة في كربلاء في يوم العاشر. عندما خرج الحسين عليه السلام لم يأتي للصلاة، جلست رقية تترقب إلى أن جاء العصر. جاءت بأبي وأمي إلى عمتها زينب: عم زينب، أين أبي الحسين؟ قالت لها زينب: إن أبيك قد سافر، وهي تقصد سفر الموت. كانت تشتاق تلك الطفلة إلى أبيها، إلى رؤيته، إلى أن أخذه من كربلاء إلى الشام، وهي تلك وهي تتمنى ذلك اللقاء مع الحبيب، إلى أن أخذتها المنية. لكن روح رقية تشتاق لرؤية قبر الحسين، لزيارة الحسين. بأبي وأمي رجعت إلى كربلاء، روحها مع زينب، مع زين العابدين عليه السلام. هنا الشاعر يحكي لنا عن لسان حال رقية، عن لسان حال روحها وهي جالسة عند ذلك القبر الشريف. هذا قبرك ضمك وخلاني وحدي، هذا قبرك زيد آلامي وجدي، هذا قبرك صورة من ذكراك عندي. يا حبيبي تدري مين بعدك يتيمة؟ يا حبيبي أشعر بحسرة وهضيمة، يا حبيبي
يا الجنيت الأحلام خيمة. اقعدي اسمع وامسحي دموع الجرية، اقعدي اسمع طفلة هدتها الرزية، اقعدي اسمع ودتي الفين المنية. وإذا بأثير ينقل صوت الحسين إلى روح رقية، آية بنتي ودي بحضاني أضمك، آية بنتي وامسحي دموعك وشمك، آية بنتي ما اقدر انظر لك بهمك. يا يتيمة صورتي لا تنظريها، يا يتيمة وذكرياتي لتحمليها، يا يتيمة في الليالي تذكريها. شنه بيدي والعدا منك خذوني، شنه بيدي وبحقيدهم قطعوني، شنه بيدي بالقبور تدمع عيوني. جينا على قبرك ودمعتنا جرية، ننصب عليك اليوم بالحسرة العزية، يلي من العدوان أوصالك دمية. للباري نشكي يا شهيد بدمع ونياح، تبكي عليك أحبابك وتجري المدامع كل يوم، تلفينا من الدنيا فواجع، وصوت النايحة جرح بحزن المسامع. هيهات بعدك نحتضي الغالي بفراح، كل ما عاين قبرك تزيد الظلام، وعظم علينا لو نظرنا لليتامى. يمتى يمتى نشوف الثار، يمتى نشوف الثار مرفوع أعلامه. يمكن الحسرة في القلب يا الغالي ترتاح، كربلاء وما ظن أبد أنسى ذكرها، كربلاء وما ظن دمع ما هل بثارها، كربلاء وكل ما
يهيل طالع قمارها أذكر حسين وحرام تبكي بخديرها كربلاء وطول الدهر قبري بقلبي حفار كربلاء وطول الدهار قبري بقلبي حفار كربلاء من طاب ابو اليمة بأريضها واسفى بالخليل عدى ضلوعا تريضها والحرام وين اللي ظل يحمي عريضها ظل رومية بلا شفن عريب أريضها واللي طايح بالنهار بالسهم قلبا انفطار واللي طايح بالنهار بالسهم قلبا انفطار كربلاء وزينب بقت تندب عمدها تذكري اللي بالخدور جاها وعدها خوها عباس اللي كان الهي سندها نادي لا يعود الهي ويريدها نادي قلبي كسار كنت لي نور البصر ناديت قلبي انكسر كنت لي نور البصر السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حبيب الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وتحت لوائك السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس السلام عليك وعلى أختك زينب أم المصائب اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى روح أم البنين وإلى روح السيد الإمام وإلى روح الشهيد الصدر وإلى روح الشهيد الحكيم وإلى روح الشيخ الجمري وإلى روح الشهيد السعيد
وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.